جولة جديدة من الاحتياجات والإضرابات تشهدها فرنسا بعد فشل اجتماع الحكومة والنقابات العمالية في كسر الجمود السياسي بشأن مشروع إصلاح قانون التقاعد. محادثات لم تستغرق من الوقت سوى ساعة واحدة فقط، انتهت بانسحاب قادة النقابات العمالية الفرنسية من اجتماع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعد فشلهم في التوصل إلى حل وسط بشأن الخطة المثيرة للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 عاما. وتجادل الحكومة بأن الإصلاح ضروري لجعل نظام التقاعد الفرنسي مستداما ماليا في السنوات المقبلة مع تقدم سكان فرنسا في السن، بينما تقول النقابات إن هناك خيارات أخرى ممكنة مثل جعل الشركات والأثرياء يدفعون أكثر لتمويل نظام المعاشات التقاعدية، مؤكدين أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو سحب التشريع، وهو الخيار الذي رفضته بورن بشكل قاطع. لقاء رئيسة حكومة فرنسا برؤساء النقابات الكبرى المطالبين بسحب خطة المعاشات التقاعدية جاء قبل يوم من الجولة 11 من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد المستمرة منذ يناير، وتحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف. لا تزال الإضرابات تلقي بظلالها على مفاصل الدولة الفرنسية كافة، حيث يستمر تعطل العمليات في مصافي النفط والمحطات النووية، بينما تعهد جامع القمامة باستئناف احتياجاتهم اعتباراً من الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أيضاً أن تتعطل القطارات بشكل واسع، بينما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران خفض الرحلات بنسبة 20% في مدن مثل بوردو ومارسيليا، ولكن ليس في مطارات باريس كما في الماضي. وتمثل الموجة الأخيرة من المظاهرات أخطر تحد لسلطة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ ثورة السترات الصفراء قبل 4 سنوات، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد وقرار الحكومة تمريره في البرلمان دون تصويت.